ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله بسيطه ومش هتاخد معانا وقت. كل يوم نبدأ نقول هنعمل اكل ايه، هنعمل اكل ايه. فالنهارده اكلتنا هنعمل كبسه الفراخ ومعاها الصلصه بتاعتها. هنبتدي ومعانا بصلايه كبيره هنبشرها ونحط عليها ماده دهنيه ونحطها على النار. هنفضل نشوحها شويه كده اهوت لحد ما تدبل معانا. هنحط بهاراتنا بقى تتحمر مع البصل، معانا مكعب مرقة دجاج، معانا بودرة زعفران، معانا ليمون، معانا قرفة خشب، معانا ورق رولي، وكمان معايا قرنفل ومعايا حبهان. وهنحط رشة من الفلفل الأسمر طبعا عشان الفراخ، وهنسيبهم يتحمروا شوية مع البصلاية. اول ما التوابل تبدا الحته تطلع هننزل بالفراخ اللي معانا. انا كان عندي فراخ في الفريزر، فانا لما حطيتها في البصلايه وطيت النار علشان تفك معايا كويس وتبدا تستوي معايا. فانا هحطها مع البصلايه وهقلبهم تقليبه، وبعد كده هوطي النار علشان تخش في السوا. عندي جزراية متوسطة بشراها واحطها مع الفراخ وابدأ اقلبها مع الفراخ. عايزة اقول لكم ان سر الرز الاصفر اللي بيكون في المطاعم سر من اسراره، اللون بتاعه مش بيكون الكاري والكركم زي ما احنا كنا متعودين زمان بنحطه على الكبسة، لا ده هو بودرة الزعفران. فعايزة اللون يطلع معاكي حلو قوي واصفر، فعليكي وعلى بودرة الزعفران بتتجاب من عند اي عطار. هنقلب الفراخ كل شوية على جهة من الجوانب بتاعتها علشان تاخد صدمة من كل النواحي وتبدأ تخش في السوا معانا، وطبعا عشان تاخد من نكهة التوابل اللي احنا حاطينها مع البصلاية. حطيت معلقة من الملح على الفراخ وابدأ اقلبها. دلوقتي هنزل على الفراخ بكوبايتين من المية السخنة تفضل طبعا، وهسيبها تخش في السوا تكمل السوا بتاعتها. ولما تستوي هقولكوا هنعمل فيها ايه. وعبال الملح الفراخ تستوي تعالى اقولكوا بقى هنعمل ايه. دلوقتي هنعمل الصلصة اللي بتتقدم مع الكبسة. معانا ملح وكمون، معايا طماطميتين، معايا قرن فلفل حامي، معايا معلقة من الثوم، وهنضربهم في الخلاط مع معلقة من الخل. وأول ما يتضربوا هصفيها واركنها على جنب لحد ما نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. كده الفراخ بتاعتنا استوت. هنطلعها بقى من الشوربة اللي هي فيها ديت وهحطها في صينية فرن عشان هدخلها دلوقتي تتحمر في الفرن.
طبعا زمان احنا كنا بنسيبها زي ما هي ونحط عليها الرز، لا دلوقتي لما تطلعيها وتحمريها بره بتبقى متحمرة كده وطعمها جميل جدا. شوفوها معايا وكملوا بقية الفيديو عشان تشوفوا. دلوقتي هنحط كوبايتين من المية علشان المية تغلي ونبدأ نحط الرز بتاعنا. معايا نص كوباية من الزبيب هحطها على الرز، هحط مكعب من مرقة الدجاج وهحط معلقة من الملح عشان اتبل المية بتاعة الرز عشان يستوي. هسيب بقى المية دي تغلي، ولما تغلي هحط فيها الرز مغسول مش منقوع، لما بيتنقع بيتهري معاكي في السوا. طبعا انتي بتحطي المقدار كوباية الرز البسمتي عليها كوبايتين من الشوربة او المية. فدلوقتي لما غليت انا هحط الرز بتاعي وهشوف، بعد ما احطه هقلب واشوف اذا كان محتاج مية او لا. انا شفت ان مقدار المية بتاعته ناقصة فانا زودت مية، هسيبه يغلي ولما يغلي هوطي النار عليه شمعة. ده كده بعد ما غلي هوطي عليه. ودلوقتي تعالوا نشوفه بقى بعد ما استوى ونشوف حباية الرز مستوية ازاي ومفلفلة مش معجنة. انت الفرق لما بتنقعي الرز بيشرب مية، فتيجي تزوديله مقدار المية بتاعته فتبقى المية كتيرة عليه فيتعجن معاكي. لكن بص الرزايه طلع حبايه بحبتها ازاي، وهوريكم كمان الفراخ بعد ما اتحمرت. انا كنت محمره بصيتين ومقطعاهم مكعبات، هقدمها كمان مع الكبسه. شايفين منظر الفراخ شكلها متحمر وجميل، تفتح النفس خالص. مش عايزه اقول لكم كمان كان طعم الرز وطعم الفراخ ممتاز ممتاز ممتاز. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها، ويا ريت تكون الوصفة عجبتكم. وشكرا قوي على متابعتكم، ويا ريت تفعلوا زر الجرس وطبعا تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. متشكرة قوي على متابعتكم، كل سنة وانتم طيبين ومع السلامة.